أهلا بكم من جديد. دخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السابع وسط إحصائيات وصور صادمة لنتائج هذه الحرب التي تنتظر حسم ملف رفح، والمحتجزين الإسرائيليين ومصير حماس التي لم تتمكن إسرائيل من القضاء عليها. وفي سياق متصل، سحبت إسرائيل اليوم معظم قواتها من جنوب غزة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. شهور ستة حولت كل ألوان غزة إلى الرمادي والأحمر، يحصيها العالم كأيام حرب بدأت في السابع من تشرين الأول الماضي، ويحصيها الغزيون بأكثر من 33,000 روح ارتقت، بينهم 13,000 طفل وأكثر من 75,000 جريح. سيعانون أكثر في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وفي حال استغرق صناع القرار في المحافل الدولية ومحادثات الهدنة وقتا أطول لإقرار وقف جدي لإطلاق النار. المستشفيات في غزة لا تستوعب العدد المهول للجرحى، 10 منها فقط من أصل 36 تعمل جزئيا، 6 منها في جنوبي القطاع وأربعة في شماليه، وفق الصحة العالمية التي أكدت كذلك انتشار الأمراض المعدية مسجلة مئات آلاف الحالات. ستة أشهر نزح خلالها أكثر من 2 مليون غزي من منازلهم ولمرات عديدة وفق تقارير أممية، خلق خلالها حصار إسرائيل جوعاً يضرب بطبوله على بطون الجوع أو يرسلهم فريسة إلى أفواه أسلحة احتلالهم خلال استلامهم قليلاً من الطحين. مسؤولون أمميون قالوا عن الجوع في غزة إنه خطر يهدد مئات آلاف السكان خاصة في الشمال، متقدماً بين الأطفال دون سن الخامسة بوتيرة قياسية. في إسرائيل لا تبدو الألوان موحدة، فالخلافات تتسع بين أعضاء الحكومة نفسها ومع حلفائها وبين الحكومة والإسرائيليين، مع أنباء عن توبيخ أمريكي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية سياسته العشوائية في إدارة الحرب، وكذلك مع ازدياد رقعة الاحتجاجات ضد نتنياهو وطلبات المتظاهرين بتنحي الحكومة الحالية التي لم تحقق أهداف حربها ورفعت سقف توقعاتها بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة والقضاء على حركة حماس، لتعلن اليوم سحب معظم قواتها من جنوبي القطاع، عدا عن خسائر اقتصادية سجل بنك إسرائيل فيها كلفة حرب ستبلغ قرابة 67 مليار دولار، وهذه عدادات لم يتوقف دورانها من الجانبين بانتظار نهاية الحرب. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من اسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني هاني الدالي، وأجدد ترحيبي بضيوفي دكتور أسعد العويوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس من بيت لحم، وضيفي من واشنطن الصحفي زيد مستو. مرحبا بكم. أبدأ مع السيد هاني حول جولات المفاوضات، تحديدا المفاوضات الجارية في القاهرة. هل نحن أمام اتفاق قريب مرتقب لوقف إطلاق النار؟ تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أنا بتقديري أن موضوع جولات المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تصل لمرحلة النضج الكامل لإتمام هذه المفاوضات لعدة أسباب. السبب الأول وهو الأساسي أن نتنياهو حتى هذه اللحظة يعتبر أن الاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية ولمطالب الشعب الفلسطيني هي نهاية مستقبله السياسي، وهي أيضا انهيار الائتلاف الحكومي المتطرف، وتحدث بذلك سموتريتش وبن غفير بشكل واضح أنه في حال تم الإفراج عن أي من الأسرى بين هلالين المرطخ أيديهم بالدماء كما تحدثوا، سيكون هناك يعني تقديم مباشرة استقالة من الائتلاف الحكومي ومن التحالف الموجود، وانهيار التحالف بشكل واضح، كان تهديد علنا وبشكل واضح. لذلك واضح أنه هناك صحيح تحسن في موقف المقاومة الفلسطينية من انسحاب جيش الاحتلال من جنوب قطاع غزة، لأنه كان يعتبر ذلك ورقة قوة ضد المقاومة الفلسطينية. ورقة الجوع، استخدام سلاح الجوع أيضا من وخاصة بالأيام الماضية، والآن تحسين هذا الجانب بعد عملية استهداف للمطبخ المركزي العالمي
ويعني نتيجة انعكاس ذلك سواء من ناحية دبلوماسية أو حتى ضغط غربي على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كله بالتأكيد يحسن من مواقف المقاومة الفلسطينية. ولكن هل هذا الأمر وصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول أن هناك فعلا بوادر إيجابية لتحقيق اتفاق حقيقي يضمن الإفراج عن الأسرى مقابل انسحاب كامل وقف كامل العدوان على شعبنا الفلسطيني وإدخال المساعدات والحديث في موضوع ورقة الأسرى؟ أنا بتقديري حتى الآن لم يصل لهذه الدرجة. وحديث نتنياهو بالمناسبة، كل حديث نتنياهو الآن والإعلام الإسرائيلي ينصب حول عملية المراوغة وعملية التضليل وعملية أيضا محاولة امتصاص الضغط الداخلي داخل المجتمع الصهيوني، وخاصة أن هذا الضغط ازداد بشكل كبير جدا وانتقل من مربع المطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى مربع المطالبة باستقالة نتنياهو وإقالته من الحكومة ومحاسبته. وكذلك نحن نتحدث أيضا عن الضغط الغربي وخاصة انتقاله أيضا من الجانب الشعبي إلى الجانب الرسمي والحرج الرسمي نتيجة المجازر الإسرائيلية وأخيرها أيضا استهداف سيارات المطبخ المركزي. والمطبخ المركزي عندما نتحدث عن عدد من الدول، هذا بالتأكيد يشكل ضغط على نتنياهو. والأهم من ذلك أن بايدن بدأ يدرك تماما، وخاصة بعد استطلاع الرأي الذي نشرته نيويورك تايمز، وهذا الاستطلاع ليس الاستطلاع الأول، هو 3 استطلاعات للرأي من أكتوبر حتى مارس الماضي. كان هناك استطلاعات، نتيجة هذه الاستطلاعات كانت توضح بشكل مباشر أن بايدن يأخذ نتيجة كارثية بموضوع الرأي العام الأمريكي، تراجع كارثي بشعبيته. وهذا بالتأكيد إدراك الإدارة الأمريكية وبايدن أن نتنياهو يأخذهم بإطار طبعا إطار مصالحه الشخصية. نعم. ويستخدم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإطار، ولكن يعني لذلك واضح أنه نتنياهو بالمختصر أن نتنياهو يحاول أن يراوغ أن يمتص هذا الغضب الغربي والشعبي الداخلي. لذلك حتى الآن أنا بتقديري الأمور لم تنضج لهذا الاتفاق أن يكون هناك فعلا اتفاق. طيب من ذات النقطة دكتور أسعد، يعني لعدة أسباب من الصعب التوصل إلى اتفاق، هكذا تفضل ضيفي اليوم، كان هنالك جولة من المفاوضات في القاهرة، هل برأيك ستحمل هذه الجلسة أي بوادر يعني تطورات وعناوين جديدة؟ أنا أعتقد أن الإسرائيلي نتيجة لعدة عوامل ذكر بعض منها الأستاذ هاني، هو العامل الاقتصادي، العامل الضاغط الجماهيري الشعبي اللي آخذ بالتنامي والتصاعد بحيث أنه دخلت الأحزاب على الخط مع العائلات الأسرى في عائلات المحتجزين في والأسرى الإسرائيليين في داخل قطاع غزة عند المقاومة، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الضاغط على أيضا على المجتمع الإسرائيلي بحيث دخل العمال على الخط واتحادات العمال، وهناك دعوات للإضراب العام والشامل والشلل في كل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى عوامل أخرى لها علاقة بالضغط من بعض الدول المساندة لإسرائيل التي تضغط عليها شعوبهم نتيجة للهمجية الإسرائيلية والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في شعبنا في قطاع غزة. وبالتالي هناك مجموعة من العوامل، وأهمها عامل الميدان. إسرائيل وجيشها لغاية الآن فشلت في تحقيق الأهداف. طيب. وشفنا بالأمس كيف أن خسائر الجيش الإسرائيلي في منطقة وسط قطاع غزة وفي غزة كانت كبيرة جدا. فبالتالي هناك مجموعة من العناصر دفعت الإسرائيلي بالإضافة إلى الضغط الأمريكي للذهاب إلى المفاوضات، وايضا اعطاء الوفد المفاوض طيب سأعود اليك على كل حال دكتور اسعد، اكبر من السابق. سيد زيد، اليوم هنالك خلافات واضحه بين امريكا واسرائيل على استمرار الحرب على قطاع غزه، ما هي قراءتك يعني مع دخول هذه الحرب ال6 اشهر، ما هي قراءتك لهذه الخلافات؟ نعم بالفعل، يعني هجوم 7 أكتوبر كان بالنسبة للأمريكان مبرر لمساندة إسرائيل في الرد على الهجوم، ولكن القيادة اليمينية بإسرائيل ذهبت بعيدا في الرد، لم تتوقعه الإدارة الأمريكية ولا حتى جميع يعني
أو معظم حلفاء إسرائيل، فبالتالي وضعهم في مأزق. القيادة الأمريكية الآن هي في مأزق فيما يخص إسرائيل، هي ساندت إسرائيل في الحرب ولكن لم تظن أن إسرائيل سوف يعني سوف تذهب بعيدا في هذا الرد. فالآن أصبح يعني هناك تراجع واضح في الدعم الأمريكي، هناك تحذير من أن أمريكا سوف تتوقف عن دعم إسرائيل ما لم تغير إسرائيل من سياستها. هناك عدة نقاط كانت يعني مصدر خلاف. الأول هو تصورات إسرائيل لما بعد غزة. كانت أمريكا تتوقع أن يكون هناك صورة واضحة لما هو بعد الحرب، ماذا تراه إسرائيل، كيف يمكن أن تحكم غزة وما إلى ذلك. توضح لدى الأمريكيين أنه ليس هناك أي رد. كانت أمريكا تتوقع أن يكون ردا عموما يعني ردا مباشرا على حماس، ولكن هذا الهجوم الشامل على 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 غزة وضع أيضا الإدارة الأمريكية. وثالثا باعتقادي أن أمريكا لم تكن تتوقع، يعني هذا رأي شخصي، إسرائيل كانت تهدف من هذا الرد احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. نعم. أعتقد أن الولايات المتحدة لم تكن يعني تتوقع هذا الرد الإسرائيلي، وبالتالي عندما توضح لدى الأمريكيين أن هذا هو الهدف الإسرائيلي أيضا لم توافق عليه. يعني إذن هذه هي محور الخلافات. طيب يعني بالمناسبة زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد أيضا في واشنطن اليوم، هل يمكن أن يتعزز الخلاف مع إسرائيل أكثر؟ باعتقادي هذا يتوقف على مدى تجاوب الإسرائيليين للمطالب الأمريكية والمجتمع الدولي بالعموم. يعني هناك مطالب محددة من قبل الطرف الأمريكي. في حال استجابت إسرائيل، يعني العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هي علاقات متجذرة وعلاقات يعني استراتيجيا يعني قوية، فبالتالي لن يؤثر عمليا على جوهر العلاقات، ولكن هذا سوف يؤثر حتما على سياسة الولايات المتحدة تجاه الدعم الإسرائيلي في حربها على غزة تحديدا. هذا متوقف على مدى الرد الإسرائيلي، على تجاوب الإسرائيليين للمطالب الأمريكية. يحاول الإسرائيليون التلاعب برأيي على هذه المطالب، خصوصا مثلا بعد ما شفنا الهجوم على قافلة الإغاثة. طلعوا بعد يومين تقرير سريع واعترفوا خطأ وقالوا مسؤولين، يعني كطريقة يعني لتوضيح أنه نحن جادون في الاستجابة للمطالب الأمريكية والاستجابة لحلفائنا. لكن لا أعرف يعني بصراحة هذا يتوقف على مدى استمرار وتعنت نتنياهو في سياسته وسياسة حكومته، حكومة الحرب، في التجاوب مع المطالب. أشكرك جزيلا ضيفي من واشنطن الصحفي زيد مستوى، شكر لضيفي من بيت لحم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس دكتور أسعد العويوي، وضيفي من اسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني هاني الدالي. أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ختام سوريا اليوم، تفاصيل أوفى تجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.